بغيتو تعرفوا اشنو قزهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. والبدايه ما عندك هي برج الجوزاء، مهنيا غتوقع بعض المشكلات الماليه او الهواجس، عاطفيا منح الحبيب فرصه جديده باش تنجح علاقتك به، صحيا ممارسه التمارين الرياضيه خفيفه في الاسبوع غتعود بالفائده على وضعك الصحي. ونمشيو عندك يا برج الثور، مهنيا اجواء العمل جيده مناسبه للتحركات ديالك وافكارك بهدف التمكن من انجاز الاعمال المطلوبه منك بجداره ونجاح. عاطفيا انشغال الحبيب هذا اليوم لا يعني انه ما كيحبكش، صحيا ما تقدمش على خطوات ناقصه صحيا بل ادرسها جيدا. ونمشيو لعندك يا برج الحمل، مهنيا غتبرع الا كنت كتعمل في مجال الكتابه والتاليف والصحافه والنشر، عليك بالحذر الدائم والدرس المتاني لكل خطوه. صحيا حذاري من الخلافات الطارئه والكلمات الحاده، ولكن انت عازف هذا اليوم رائع لتلبية الدعوات فلا تكن متحفظا. صحيا غتدرك جيدا ان اهمال وضعك الصحي غترتب عليه نتائج سلبيه، فحاول تغيير نمطك الغذائي. ونمشيو لعندك يا برج العذراء، مهنيا الا كنتي كتبحث عن فرص المناسبه فقد حان الوقت لتحقيق ذلك، لكن عليك حسن الاختيار بالعروض المقدمه اليك. عاطفيا قد تجد نفسك حائر في بعض القرارات الحاسمه فلا باس الا استعنتي بشريك. صحيا ابتعد عن المأكولات الغنيه بالمكونات المسببه للاصابات بالكوليسترول. ونمشيو عندك يا برج الاسد، مهنيا قد تستاء القرار غيصدر او الامر غيتعلق باحد الزملاء فحاول المساعده ديالو بقدر ما قدتي. عاطفيا حافظ على سرية المشاعر ديالك قبل ما كيحدث بدون اعتراض الى استطعتي. صحيا غتدفعك الانفعالات نحو الهويه فتمالك نفسك وما تعرضش استقرارك الصحي للخطر. ونمشيو لعندك يا برج السرطان، مهنيا لديك قدرة كبيرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرك اليوم. عاطفيا غتحتاج إلى الانعزال قليلا، وخصوصا أن حياتك العاطفية قد تعرف بعض التراجع. صحيا أنت صاحب نخوة فبعد عنك هموم العمل. ونمشيو لعندك يا برج القوس، مهنيا غيحمل هذا اليوم حظ في المضاربات الماليه ودعما من قبل بعض السلطات او الاهل. عاطفيا ما تستعجلش الامور وكن صبورا، قريبا غتحقق امنيتك وغترتبط بالشريك رسميا. صحيا ما تستسلمش امام البدانه ولا امام كل ما يغريك على تناول الطعام الذي يضر في الصحه ديالك. ونمشيو لعندك يا برج العقرب، مهنيا يبدو انك غتشعر بيوم من عدم الاستقرار، ومع ذلك غتجد هدفك كيتحقق مع ان التقدم الذي قد تحرزه قد يكون بطيئا. عاطفيا ما تبحثش عن فرض ارادتك او اظهار قوتك على الشريك واجل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وغتشعر بالتعب والارهاق والقلق النفسي. صحيا قاوم الاغراءات لكي يحاول الاخرون ايقاعك فيها، فهم على ما يبدو غير مهتمين للصحة ديالك. ونمشيو لعندك يا برج الميزان، مهنيا ما تورطش اطلاقا في تصاريح مؤديه، بل حاول ان تبقي المخططات ديالك سريه ومخفيه قدر المستطاع. عاطفيا ما تكونش عنيد او متشبثا بالاراء ديالك، بل استمع الى راي شريك وجادله بالحجه والمنطق لا باطلاق الاحكام المسبقه. صحيا اخسر من لائحه طعامك مأكولات مدروسه ومفيده للصحه ديالك كما يقتضي نظامك الغذائي. ونمشيو لعندك يا برج الحوت، مهنيا قد تمر بتجارب بحيث يكون اليوم فارغا من الحصانة ومخيبا للأمل. عاطفيا بدد المخاوف والمشاعر السلبية وركز على الإيجابيات في شخصيات الحبيب. صحيا فنجان ينسون مساء ولو في الصيف يريح المعدة ديالك وغيساعدك على النوم. ونمشيو لعندك يا برج الجدي، مهنيا احضر مشكلات او اضطراب على صعيد الشراكه وتجنب التصرف بالفوضى. عاطفيا تجنب الخلافات والكلام الجارح مع الشريك فهي غتهدد العلاقه الجديده بالتراجع. صحيا الاجواء المريحه متوافره وغتساعد القيام باي نشاط غينعكس ايجابا على صحتك. وغادي نختمو معاك يا برج الدلو، مهنيا غيحالفك الحظ وغتأدي دور مهم في جمع الشمل. عاطفيا غتنطلق في عدة اتجاهات وغتسوي امورك العاطفية. اما صحيا الا بغيتي المحافظة على صحة سليمة وجسم رشيق عليك بمخطط رياضي لبقية هذا الصيف.